بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنكمل محاضرات الاونلاين من ماده فار اورجانيزيشن استاذ الدكتور علي الدسوقي، وان شاء الله هنكمل على المحاضره اللي فاتت اللي احنا خدناها اللي هي كانت متعلقه بالسيكوال سيرفر. وان شاء الله هنتكلم النهارده ان احنا نعمل ابلكيشن زي برنامج مخازن كده صغير يعرفنا ازاي بتعامل مع الداتابيز في السيكوال وازاي اقدر اربطه باستخدام الفي بي دوت نت. المثال اللي احنا عايزينه زي الفورمه اللي قدامنا كده، عندنا عباره عن منتج، ايه البيانات اللي انا عايزها عن المنتج، عايز الاي دي، عايز النيم، عايز الكمية اللي موجودة عندي في المخزن، وحدة سعر البيع وسعر مين وسعر الشراء بالنسبة للتاجر. ايه اللي المفروض اعمله في البرنامج ده؟ ان انا هنا اول ما افتح البرنامج المفروض ان هو بيعمل تشيك هل قاعدة البيانات اللي انا بتعامل معاها في البرنامج ده موجودة عندي ولا لأ. لو موجودة بيروح يعمل عليها كونكت وبيجيب لي اسامي المنتجات وبيعرضها لي هنا في الداتا جريد فيو. اقدر اعمل اد نيو برودكت، اقدر اعمل ديليت، اقدر اعمل ابديت، اقدر اعرض تفاصيل منتج معين على حسب ما انا عايز. طيب احنا اتفقنا هنا ان انا هنا في اول خطوه عندي ان انا اول ما افتح البرنامج المفروض ان هو بيعمل كونكت عندي على الداتابيز وبيجيب لي او بيشوف اول شرط هل الداتابيز عندي متاحه ولا لا. لو متاحه بيعمل عليها كونكت وبيقدر يجيب سيلكت من الداتابيز بتاعتي او من الجدول بتاعي ويعرض لي المنتجات بتاعتي في الجدول. طيب لو مش متاحة بيبدأ هو يعمل لها كرييت، او البرنامج بتاعي يبدأ اكتب الكود بتاعه ان هو ينشئ قاعدة البيانات عشان يقدر يعمل عليها كونكت ويقدر يجيب لي الحاجة اللي عندي بعد كده. طيب في حالة ان انا عندي هنا او قاعدة البيانات ما بتبقاش موجودة عندي، ده بتبقى في حالة واحدة بس ان هي بتبقى موجودة عندي، او بتحصل لما بكون اول مرة بشغل البرنامج عندي على الجهاز بتاعي. طيب الكلام ده هيحصل امتى؟ احنا قلنا الكلام ده هيحصل لما افتح البرنامج، يعني والبرنامج بيحصل له ستارت في حدث اسمه الفورم لود، في حدث اسمه مين؟ الفورم لود. طيب هنعرف ازاي ايه الخطوات اللي انا بعملها عشان اقدر اعمل كونكت عندي على الداتابيز، ايه اقدر اكتب الكويري اللي احنا كنا خدناه في المحاضره اللي فاتت اللي هو سواء امر انسيرت ابديت ديليت سيلكت ايا كان الامر اللي احنا عايزينه في الامر او في الكود بتاعي واقدر انفذه ازاي، وهنشوف الكلام ده. طيب اول حاجه احنا عايزين نخش على الفورم لود. احنا قلنا اول حاجه عرفنا هنا ثلاث متغيرات هستخدمهم عندي في البرنامج اللي هم ايه. اول حاجه احنا قلنا هنا عندي ان انا هعمل كونكشن على الداتابيز. كونكشن على الداتابيز ده شرط ان انا اجيب اي فايل عندي على الجهاز عندي في البرنامج هنا او اعمل عليه كونكت، المفروض ان انا بروح اجيب المسار بتاعه هو محطوط فين على الجهاز عشان اقدر اكلمه، سواء بقى احط فيه بيانات، اشيل منه بيانات، افتحه، اقفله، ايا كان الحاجه اللي انا عايزها. يبقى انا هنا عرفنا متغير، اول متغير سميناه كون، اختصار لكونكشن سترنج. كونكشن سترنج ده عباره عن مسار الداتابيز بتاعي اللي موجود في الداتابيز. طب مسار الداتابيز ده هخزن فيه ايه؟ طيب احنا خدنا الكون، تعال نشوف الكون ده هيبقى عبارة عن ايه. الكونكشن ده هياخد مني مسار الداتابيز اللي انا هعملها. طب مسار الداتابيز ده بيتحدد في كام حاجة؟ اول حاجة بحدد له هنا، عملنا متغير من نوع سترينج سميناه كونكشن سترينج، حددت فيه المسار اللي انا هعمل عليه كونكشن بالداتابيز. طب المسار ده بيبقى عبارة عن ايه؟ اول حاجة بحدد له اسم السيرفر اللي انا هشتغل عليه، بحدد له اسم السيرفر اللي انا هشتغل عليه، سواء بقى دوت او دوت سيكوال اكسبريس او ايا كان اسم السيرفر على حسب السيرفر اللي انت مسطبه على الجهاز عندك وبتشتغل عليه. طيب تاني حاجه بحددها له بقول له انيشيال كاتالوج. انيشيال كاتالوج ده عباره عن ايه؟ ده بقول له هنا لما انت تفتح السيرفر بتاعك او انت تعمل كونكت على السيرفر بتاعك ايه هي الديفولت داتابيز او الديفولت داتابيز بتاعتك اللي انت هتعمل عليها سيلكت، او بمعنى اصح ايه هي الديفولت داتابيز اللي هتبقى موجوده عندك. طيب الانتجريتد سكيورتي بخليها بترو عشان اقول له هنا انت هتستخدم السكيورتي اللي موجوده على السيرفر بتاعك. طيب يبقى انا كده قلت له والله انا حددت له هنا اسم السيرفر اللي انا هشتغل عليه واسم الديفولت مين واسم الديفولت بتاع الداتابيز اللي انا هشتغل عليه. طيب بقول له الكونكشن هنا انا عرفت فوق هنا خدت متغير او خدت اوبجكت منين؟ من السيكوال، من سيكوال كونكشن. سيكوال كونكشن ديت لايبراري موجوده في الدوت نت. بعمل لها ازاي او بستدعيها ازاي؟ باجي اقول له هنا لو انا مش مستدعي النيم سبيس ده خالص، تمام، بقول له ايه؟ باجي اكتب اول حرف كابيتال، اول حرف من السيكوال كابيتال، ومنين؟ ومن الكونكشن كابيتال، اول حرف في كل كلمه كابيتال، واجي هنا على اول الاس بقول له يوزنج مين او امبورت سيستم دوت داتا دوت سيكوال كلاينت. كده بعمل له مين؟ بستدعي النيم سبيس او بستدعي اللايبراري بتاعتي الخاصه بالسيكوال او اللي هي خاصه باوامر التعامل مع السيكوال بتاعي.
تمام. طيب يبقى احنا كده عرفنا اول متغير اللي هو عبارة عن كون، عرفنا عن الكون ده عبارة عن ايه. ده الكون ده اللي هو مختص، او الحاجة اللي انا هختص ان انا اعمل كونكت او اختار الداتابيز اللي انا هعمل عليها كونكشن. طب انهي الداتابيز اللي انا هعمل عليها كونكشن؟ يبقى انا لازم احدد له المسار. حددت له المسار هنا باسم السيرفر، باسم الداتابيز اللي انا هشتغل عليها، وقلت له والله انت هتفتح لي دلوقتي حاليا كونكشن على مين؟ على المسار اللي انا مديهولك. المسار اللي انا مديهولك فين؟ في كونكشن سترينج، اللي هو مين؟ اللي هو اللي احنا حددناه فوق ده. طيب بقول له والله خلاص انا حددت لك المسار اللي انت هتفتح من عليه. انا بقول له دلوقتي مين؟ اوبن. يبقى انا هنا اول خطوه عندي عشان اعمل اتصال بقاعده البيانات، عشان اعمل اتصال بقاعده البيانات عندي، اللي هو تحديد المسار بتاع مين؟ بتاع الداتابيس. اول حاجه لازم احدد له مين؟ المسار بتاع الداتابيس بتاعي، اسم السيرفر واسم الديفولت داتابيس اللي انت هتعمل عليها كونكت والسكيورتي بتاعتك. طيب تاني خطوه عندي ان انا بقول له هنا، ان انا بقول له هنا كونكشن، او بستخدم له كلاس اسمها سيكوال كونكشن، دي اللي مسؤوله انها بتعمل كونكت. دي بعمل كونكت على مين؟ على السيرفر بتاعي. كونكت على مين؟ على السيرفر بتاعي. كونكشن على السيرفر بتاعي. وبعد كده بقول له خلاص انا حددت لك الحاجه دي كلها، بقول له مين؟ اوبن. يبقى انا كده قمنا بكام خطوه عشان اعمل كونكشن؟ قمنا بثلاث خطوات، ان انا حددت المسار بتاع الداتابيز او المسار بتاع السيرفر بتاعي او اسم السيرفر اللي انا هعمل له كونكت، وبعد كده قلت له انت هتفتح المسار بتاعك او لما اجي اعمل اتصال هتعمل على المسار ده، وبعد كده قلت له مين؟ اوبن كونكشن. طيب احنا كنا اتكلمنا في اول حاجه ان انا هنا لما باجي افتح او اعمل رن للبرنامج، اجي اعمل رن للبرنامج بعمل منه اوبشنين، او عندي اختيارين. اول اختيار ان هو بيعمل تشيك عندي على الداتابيز، بيعمل تشيك عندي على مين؟ على الداتابيز، هل هي موجوده ولا لا. لو موجوده بيعمل عليها كونكت وبيروح يعمل كونكت على الجدول اللي انا هعمله في الداتابيز، تمام، وبيجيب لي البيانات بتاعته ويعرضه في مين؟ في الداتا جريد فيو. طب لو مش موجوده، مفروض ان انا بكتب كود في الحدث الفورم لود عشان يعمل مين؟ عشان يكريت لي في الران تايم، هو يروح يكري الداتابيز من نفسه فيها جدول بالحاجه اللي انا عايزها. طب هعملها الكلام ده ازاي؟ اهو بعد ما فتحت الكونكشن هستخدم له حاجه اسمها تراي وكاتش، واحنا اتفقنا واحنا عارفين ان كلمه تراي وكاتش ديت بستخدمها ان انا في حاله حدوث ايرور في الكود اللي عندي، في حاله تراي يروح ينفذ مين؟ الكاتش. في حاله التراي يروح ينفذ الكاتش. طيب انا في حاله التراي بقول له ايه؟ بقول له والله الكونكشن اللي انا فتحته فوق، الكونكشن اللي انا فتحته فوق، هقول له ايه؟ روح انت هتعمل لي تغيير. احنا كنا عاملين فوق خالص ان هيعمل كونكت على الديفولت داتابيز بتاعته باسم مين؟ باسم الماستر. والماستر ديت قاعده بيانات بتبقى موجوده باي ديفولت وانت بتسطب السيرفر بتاعك. طيب انا بقول له هنا مين؟ روح حول لي الكونكشن سترينج بتاعك او الكونكت بتاعك، بدل ما هو على الماستر هتروح تعمله على داتابيز او اسم داتابيز اسمها مين؟ برودكت دي بي. برودكت دي بي. طيب في حاله ان انا هنا ما عنديش البرودكت دي بي، يبقى كده الكود ده اللي انا كاتبه ده، الكود السطر الكود ده اللي انا كاتبه ده، في حاله ان انا الداتابيز مش عندي هيطلع لي ايرور. في حاله ان انا بقول له هنا لو انت طلعت لي ايرور في السطر ده، روح نفذ لي مين؟ روح نفذ لي الكاتش. تروح نفذ لي مين؟ الكاتش. يبقى هو لو لقى عنده الداتابيز مش هيروح ينفذ الكاتش. طب في حاله ان هو ما لقاهاش هيروح ينفذ الكاتش. طب الكاتش هنا بقول له ايه؟ بقول له اول حاجه روح اظهر لي رساله بالمسج بتاعتك، او اظهر لي رساله بالرساله بتاعت الايرور اللي طلع لك، ان هو هيطلع لك رساله تقول لك والله ان الداتابيز دونت اكزيست، ما هياش موجوده عندك. في الحاله دي بعمل ايه؟ انا مفروض اول حاجه اروح اكريت الداتابيز واروح اكريت له جدول في مين؟ في الاعمده اللي عندي دي. طب انا بقول له حاجه هنا، بقول له اهو عشان انفذ امر على السيكوال باستخدام الفي بي، بستخدم له كلاس بسميها سيكوال كوماند. عشان انفذ امر في الفي بي، او عشان انفذ امر من هنا انفذه على السيكوال، بخزن الامر بتاعي في متغير اسمه، او متغير من نوع كلاس سيكوال كوماند، باخد منه اوبجكت واحط فيه الامر اللي انا عايز انفذه. طب ايه الامر اللي انت عايز تنفذه؟ والله انا اول حاجه عايز اكاري الداتابيز باسم برودكت دي بي، عايز انفذ داتابيز او اكاري الداتابيز باسم مين؟ برودكت دي بي. طيب يبقى هنا اهو اول حاجه هنا كرييت داتابيز باسم مين؟ برودكت دي بي.
طيب يبقى انا كده كتبت الامر اللي بيعمل لي اس ال كرييت بتاع داتابيس. طيب انت دلوقتي احنا خدنا الامر ده المره اللي فاتت وقلنا ده الامر ده بينشئ لي قاعده بيانات، الامر ده بينشئ لي مين؟ قاعده بيانات. طب انت هنا خلاص انت عرفت الامر اللي انت هتنفذه، طب الامر اللي انت هتنفذه ده هتنفذه على انهي كونكشن؟ ما انا ممكن يكون عندي في البرنامج انا عامل كونكشن على كذا داتابيس، تمام؟ يعني ممكن اكون في نفس البرنامج اعمل كذا كونكشن على كذا على كذا داتابيس مختلفه. فانا بقول له هنا، مش انا هنا كنا عاملين حافظين الكونكشن بتاعي او المسار اللي احنا عاملين كونكت في حاجه اسمها كون، تمام؟ يبقى انا بقول له هتنفذ الامر ده اهو اللي انا كاتبه لك، هتنفذ الامر ده اهو اللي انا كاتبه هتنفذه على الكونكشن، بمعنى اصح هتروح تختار الداتابيز اللي موجوده على المسار ده او على الكونكشن ده وتنفذ عليها مين؟ الامر بتاع مين؟ كرييت. طيب انت كده خلاص انت كده حددت له السطر ده، انا حددت الامر اللي انا هنفذه وهتنفذه على ايه. طيب ما لحد دلوقتي هو لسه ما تنفذش على الداتابيز، عشان انفذه على الداتابيز بقول له والله هات له الكوماند اللي انا كاتبه ده اهو واعمل له مين؟ واعمل له اكسكيوت نون كويري، نفذ الامر اللي موجود دلوقتي في مين؟ في الكوماند ده، نفذ الامر اللي موجود في مين دلوقتي؟ في الكوماند ده. يبقى لحد هنا انا عملنا مين؟ يبقى عشان اعمل كرييت داتابيز باستخدام الكود استخدمت حاجتين، اول حاجه طبعا بعد ما عملت كونكشن بستخدم له اوبجكت من كلاس اسمها سيكوال كوماند، بستعمل له اوبجكت بخزن فيها الامر اللي انا عايزه مين؟ اللي انا عايزه انفذه على الداتابيس اللي هو مين دلوقتي؟ كرييت. طيب هتنفذه فين؟ والله انا امر سيكوال كوماند عندي بياخد مني حاجتين، بياخد مني حاجتين، ايه هو السترنج اللي انت عايز تنفذه والكونكشن اللي انت هتنفذ عليه، الامر اللي انت عايز تنفذه والكونكشن اللي انت مين هتنفذ عليه. طيب انت كده حددت الامر وحددت مين وحددت الكونكشن، السطر ده بيعمل مين؟ السطر ده بيعمل تنفيذ رن، كان بالظبط لما كنا هناك بنعمل بنحدد الامر وبنعمل اكسكيوت، هنا بقول له مين؟ رن مين بقى؟ رن الامر اللي موجود في الكوماند ده. طيب انا حاليا كده عملت مين؟ عملت الداتابيس. طيب بعد كده عايز انفذ مين؟ عايز انفذ اعمل كرييت لمين؟ للتيبل. عايز اعمل كرييت لمين؟ للتيبل. طيب التيبل عندي احنا اتفقنا ان التيبل فيه عندي خمس حاجات، اي دي هيبقى من النوع انت، اسم البرودكت هيبقى من النوع كار وحدد له عدد الحروف بتاعتي، الكميه بتاعتي من النوع انت، والبرايس سعر البيع وسعر الشراء. طيب انا مالي هنا؟ بقول له مين؟ كرييت. خلاص انا هنا خلاص عملت له مين؟ عملت له الداتابيس. طيب انا دلوقتي عشان اعمل عشان انفذ الامر بتاع كرييت تيبل، انا هنا حاليا كنت واقف على الماستر. طب انا دلوقتي عايز انفذ الامر او اعمل جدول على الماستر ولا هعمله على قاعده البيانات الجديده اللي انا عملتها اللي هي مين؟ برودكت دي بي. طيب فاكرين السطر اللي احنا كنا عاملينه فوق اللي طلع لي ايرور، اللي هو قال لي هيطلع لي في حاله ان الداتابيز مش موجوده عندي ان الداتابيز مش او دونت اكزيست؟ خلاص الداتابيز انا عملت لها كرييت، هنا بقى بقول له مين؟ تشينج، اعمل لي تحويل اهو تشينج تو داتا بيز اللي اسمها برودكت دي بي، اعمل لي تشينج له. طب بعد ما تعمل تشينج هنا بقى هتعمل مين؟ كرييت لمين؟ للتيبل بتاعك. كرييت لمين؟ للتيبل. احنا هنا سميناه مين؟ برودكتس. سميناه مين؟ برودكتس. سميناه برودكتس. اي سمي الجدول زي ما انت عايز. طب ايه الاعمده اللي انت عايزها في جدول البرودكت؟ والله انا عايز اي دي. مش ده مش احنا الامر ده اللي احنا كنا خدناه في السيكوال بتاعي اهو، خدنا الامر ده اهو في السيكوال اللي احنا كنا خدناه، اللي احنا كنا بنفتح هنا في السيكوال كنا باجي اكتب له مين؟ عشان اعمل جدول كنت باجي اكتب له الامر ده اللي هو كرييت تيبل اسم الجدول، تمام؟ وبعد كده بدي افتح قوس اسم العمود وادي له النوع بتاعه، وبعد كده كوما اسم العمود الثاني ونوع البيانات بتاعته، كوما نوع اسم العمود الثالث ونوع البيانات بتاعته، لحد ما مين؟ لحد ما اخلص الجدول بتاعي. ده كده الامر اللي انا عامله مين عشان انشئ جدول. طب انشاء الجدول ده ده الامر اللي انا خدته اهو. طب الامر اللي انت هتنفذه ده عشان انفذه، احنا اتفقنا عشان انفذ اي امر على الداتابيز بستخدم له مين؟ سيكوال كوماند. هتلاقي اول اي حاجه عشان تنفذ امر ابديت سيلكت انسيرت ديليت الكلام ده كله كرييت، هتلاقي بتستخدم او بتاخد اوبجكت او بتخزن الكويري بتاعك في متغير من نوع مين؟ سيكوال كوماند. اديته الامر اللي انا هنفذه واديته الامر ده هيتنفذ على انهي كونكشن. طيب نفس الخطوه بقول له هنا مين؟ اعمل لي رن بقى لمين؟ للكويري ده. اعمل لي رن لمين؟ للكويري اللي انا كاتبه ده. اعمل لي رن لمين؟ للكويري اللي انا كاتبه ده اللي هو متخزن في مين؟ في كوماند واحد ده، اللي هو متخزن في مين؟ في كوماند واحد. طيب في حاله ان انا هنا
اي حاجه من اللي انا كاتبها ده، هي كنت كاتب مثلا امر الكوري غلط، كنت كاتب الكونكشن غلط، حصل لي اي ايرور وانا بعمل، سواء بعمل الداتابيز او بعمل الجدول، عشان كده حطيناها في بين مين، بين تراي وكاتش تانية، وظهر لي الرساله بالايرور. تمام، يبقى انا هنا عملنا اتنين، او اتنين تراي وكاتش، واحده جوه واحده. طب الاولى مختصه بايه؟ الاولى بتاعت التراي الاولى بتعمل او بتشتغل في حاله ان الداتابيز بتعمل تشيك هل الداتابيز موجوده عندي ولا لا. في حاله ان هي موجوده بيعمل لي تشينج على على الكونكشن بتاعي. طب في حاله ان هي مش موجوده، اول حاجه بيروح ينشئها لي، تمام، وبعد كده بيغير الكونكشن ليها، وبعد كده بينشئ لي الجدول اللي انا هتعامل معاه. تمام، يبقى خلاص كده، خلاص انا كده خلاص، سواء بقى اتاكدت ان الداتابيز موجوده عندي او مش موجوده فانا كريتها. طيب ايه اللي هيحصل بعدها؟ عشان هنا احنا اتفقنا ان انا لما بشتغل هنا بفتح الامر بتاعي، بشوف كل اول حاجه، بشوف الداتابيز موجوده عندي ولا لا، لو موجوده بجيب كل حاجه موجوده في الجدول اللي احنا سميناه برودكتس واظهره فين؟ واظهره في الداتا جريد فيو دي. طيب عشان انا اعمل امر سيلكت، عشان انا اعمل امر سيلكت، تعال نفهم كده الدنيا ماشيه ازاي. انا عندي الجدول الاساسي اللي هو اسمه مين؟ اسمه برودكت، موجود عندي في الداتابيز. طيب انا عشان اتعامل مع الداتابيز انا ما بتعاملش معاها دايركت في الداتابيز اللي هي مباشره، لا انا بعمل ايه؟ انا باخد نسخه وهميه منها، باخد نسخه وهميه منها بحطها عندي في الرام، ببدا اتعامل معاها، وبعد كده اعمل التغييرات بتاعت اللي انا عايزها كلها في الرام ديت، وبعد كده اقول له حد بقى التغييرات او شوف التغييرات اللي حصلت النسخه عندي في الرام على النسخه الاصليه واعمل لي عليها تعديل. يعني تاني، انا عندي الداتابيز اللي اسمها مين؟ داتابيز او برودكت دي بي. برودكت مين؟ دي بي. هات لي منها نسخة حطها لي في الرام، هات لي منها نسخة حطها لي في الرام. النسخة اللي عندي في الرام ديت بسميها مين؟ بسميها داتا ست. النسخة اللي عندي في الرام ديت بسميها مين؟ داتا ست. عشان كده خدنا في الأول خالص متغير من النوع داتا ست. داتا ست برضه ده كلاس ضمن النيم سبيس اللي هو مين؟ سيكوال كلاينت، اللي هو سيكوال كلاينت. طيب يبقى كده خدت اوبجكت او خدت نسخة من الداتابيز الأصلية حطيتها في مين؟ في الرام. النسخة اللي في الرام دي بسميها مين؟ داتا ست. طيب عشان اتعامل بين النسخه اللي في الرام او اقول له هات لي الحاجه اللي في الداتا بيز الاصليه حطها لي في النسخه اللي في الرام، بتعامل مع حاجه او الوسيط بينهم بسميه مين؟ سيكوال داتا ادابتر. يبقى سيكوال داتا ادابتر دي عباره عن ايه؟ وسيط بين النسخه الاصليه والنسخه اللي عندي في الرام، وسيط بين النسخه الاصليه والنسخه اللي عندي في مين؟ في الرام. طيب يبقى عشان اعمل سيلكت من النسخه الاصليه احطها عندي في الرام، بقول له هنا بستخدم له متغير من النوع مين؟ سيكوال داتا ادابتر. يبقى سيكوال داتا ادابتر ده هستخدمه في حاله ان انا بعمل سيلكت من الداتا بيز الاصليه عشان املى بيها النسخه اللي محطوطه عندي في الرام. يبقى احنا كده خدنا كلاسين بنفذ معاهم الاوامر، يا اما سيكوال كوماند. سيكوال كوماند ده بستخدمه في حاله كرييت انسرت ابديت ديليت، كرييت انسرت ابديت ديليت. طب في حاله ان انا بعمل سيلكت، طب في حاله بعمل سيلكت انا باخد عندي نسختين دلوقتي، النسخه الاصليه اللي موجوده عندي في السيكوال سيرفر والنسخه اللي انا باخدها احطها في الرام عشان ابدا اتعامل معاها في البرنامج. اللي بيربط لي النسختين دول ببعض اللي هو مين؟ سيكوال داتا ادابتر. ان انت هات لي من النسخه الاصليه حطها لي في مين؟ حطها لي في النسخه الوهميه اللي موجوده في الرام. مين اللي بيربط لي الاثنين دول ببعض؟ السيكوال داتا ادابتر. يبقى السيكوال داتا ادابتر ده بستخدمها في حاله ان انا بعمل سيلكت من الداتابيز بتاعتي. اهو قلت له هنا اعمل لي الامر اللي انا هنفذه، سيلكت استريكس فروم مين؟ اسم الجدول اللي احنا سميناه فوق اللي هو برودكت. طب الامر ده هتنفذه على انهي كونكشن؟ احنا اتفقنا خلاص ان اي امر هستنفذه لازم اديله الكونكشن اللي هو هيشتغل معاه فيها. تمام، اديته الامر واديته الكونكشن، خلاص انا نفذت الامر بتاعي او خزنت الامر بتاعي في سيكوال داتا ادابتر او في متغير سميناه دي اي من نوع مين؟ سيكوال داتا ادابتر. من نوع مين؟ سيكوال داتا ادابتر. طيب خلاص بقول له هنا الداتا ادابتر ديت اعمل لي لها كوماند بيردر، يعني هات لي الحاجه ديت بقى وخزنها لي في مين؟ في السي بي. طب هنعرف الامر ده بيعمل ايه دلوقتي. طب خلينا هنا، احنا خدنا الامر خلاص او خدنا النسخه او البيانات اللي راجعه لي من البرودكت خزناها في مين؟ في الدي بي. احنا اتفقنا ان هنا عندي نسختين دلوقتي، النسخه الاصليه في الداتابيز والنسخه اللي اسمها داتا سيت اللي احنا خدنا منها اوبجكت سميناه دي اس. بقول له ايه؟ هات لي بقى الدي اس ده او الدي اي اللي راجع لك من ده كله، املا لي الحاجه اللي فيها او انقل لي الحاجه اللي فيها، انقلها لي في مين؟ انقلها لي في الدي اس. تاني، انقل لي، انقل موف اللي في الدي اي تو مين؟ دي اس.
انقل لي الحاجه اللي موجوده في الدي ايه اللي هي في النسخه الاصليه اللي موجوده عندي في الداتا بيز، انقلها لي في مين؟ في الداتا سيت بتاعتي. انقلها لي في مين؟ في الداتا سيت. طيب هنا اهي بسميه ايه؟ برودكتس. هل معنى او ممكن اسمي او اسمي البرودكت ده او او الاسم ده، ده عباره عن ايه؟ ده اسم الجدول في الرام. ده اسم الجدول في مين؟ في الرام. بمعنى ايه اسم الجدول في الرام؟ مش احنا لسه قايلين ان انا عندي نسختين دلوقتي من الداتا بيز، النسخه الاصليه اللي اسمها برودكت دي بي اللي الجدول فيها باسم برودكت، تمام؟ ده الاسم في مين؟ في الداتا بيز الاصليه. طب احنا خدنا منها نسخه في الداتا، في الداتا سيت خدنا منها نسخه، الجدول اللي عندي في الداتا بيز الاصليه اللي انا بسميه البرودكت، تمام؟ طيب خدنا منه نسخه سميناها مين؟ في الرام سميناها مين؟ سميناها دي اس. سميناها مين؟ دي اس. طيب هل معنى ان انا خدت نفس النسخه هل لازم اسمي نفس اسامي الجداول في الداتا بيز الاصليه نفس الاسامي في الداتا بيز اللي انا خدتها في الرام؟ لا، ممكن اجي اسميه هنا اكس، اسميه برودكت، اسميه حاجه اللي انا عايزها. يبقى ده اسم الجدول. يبقى هنا تاني حاجه يبقى انا بقول له هنا خد لي نسخه من الدي اي املاها لي في مين؟ في الدي اس. خد لي نسخه من الدي اي املاها لي في مين؟ في الدي اس. طيب ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن اسم الجدول اللي موجود في مين؟ اسم الجدول اللي موجود في الرام. والله عايز تسميه برودكت، تسميه اكس، تسميه واي، مش هيفرق معايا في حاجه. ده يبقى انت عارف، بس الاسم ده لما اجي اتعامل مع النسخه اللي الدي اس لازم هيطلب منك اسم الجدول اللي انت مسميه في الرام. سميته باكس هتستخدمه اكس، سميته واي هتستخدمه واي، سميته برودكت استخدمه برودكت، تمام؟ مفيش مشكله بالنسبه لنا. يبقى احنا كده قلنا له السطر ده خلاص، بعد ما خدت هنا جبت البيانات من النسخه الاصليه املها لي في مين؟ املها لي في الدي اس. خلاص كده بقى معايا الدي اس الداتا سورس او الداتا سيت او الداتا سيت بتاعتي فيها مين؟ فيها النسخه الوهميه او النسخه اللي متاخده نسخه من الداتا بيز الاصليه. بقول له ايه؟ هات لي داتا جريد فيو. هات لي مين؟ داتا جريد فيو. خلي لي البيانات بتاعتها او اربط لي البيانات بتاعتها بمين؟ بالداتا سورس. اربطها لي بمين؟ بالداتا سورس. طب مين الداتا سورس اللي انت هتملاها بيها؟ الدي اس. طب مين الدي اس اللي احنا لسه مايلينها فوق؟ طب وهتسميها ايه؟ هتسميها برودكت. يبقى تاني، يبقى كده في الفورم لود ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه احنا بنتعامل مع ثلاث حاجات. ثلاث حاجات، ايه الثلاث متغيرات اللي احنا خدناهم؟ اللي هي الكونكشن بتاعي، تمام؟ وسيكوال داتا ادابتر، ومين؟ والداتا سيت، تمام؟ طيب الكونكشن ده عباره عن ايه؟ ده مسار الداتا بيز اللي موجود عندي على الجهاز عشان اقدر اتعامل معاه. طيب السيكوال داتا ادابتر دي بستخدمها في ايه؟ السيكوال داتا ادابتر دي بستخدمها في حاله ان انا بعمل سيلكت من الداتا بيز بتاعتي عشان تبقى وسيط بين الداتا بيز الاصليه والداتا بيز الوهميه اللي انا بسميها داتا سيت في مين؟ النسخه اللي انا باخدها في الرام. طيب عشان اعمل كونكشن مع الداتا بيز عملنا كام مرحله؟ عملنا ثلاث مراحل. اول حاجه ان انا بحدد المسار او اسم السيرفر اللي انا هعمل عليه كونكت ومساره على الهارد بتاعي، تمام؟ وبعد كده بديله او بقول له الكونكشن، خلاص انت هتنفذ الكونكشن على المسار ده، وبعد كده بقول له افتح الكونكشن. طيب ما تفتح الكونكشن بتاعتي في الفورم لود عايز اعمل حاجه، اتاكد ان الداتا بيز بتاعتي موجوده. لو موجوده هتروح تعمل منها سيلكت وتجيب لي المنتجات بتاعتي تحطها او تعرضها في الداتا جريد فيو، او تخلي لي مصدر البيانات بتاع الداتا جريد فيو من البيانات اللي راجعه لك من الداتا بيز اللي هي الداتا سيت بتاعتي. طيب في حاله ان هي مش موجوده، والله هتروح تكريت للداتا بيز ديت، وبعد كده تكريت للجدول اللي انت عايزه، وبعد كده تروح تجيب لي البيانات وتعرضها لي، تمام؟ طيب لحد هنا خلاص احنا كده خلصنا مين؟ الفورم لود. خلاص بعد عمليه الداتا سيت بتاعتي خلي لي مصدر البيانات بتاع داتا جريد فيو، اربط لي البيانات بتاعتها بمين؟ بالمصدر البيانات بتاعت الداتا سورس. طيب مين مصدر البيانات؟ الدي اس اللي احنا خدناه. طيب يبقى احنا كده لو عملنا ران، انا لو فتحت السيكوال بتاعي عملنا ريفرش الداتا بيز بتاعتي، انا ما عنديش داتا بيز اسمها مين؟ اسمها برودكت دي بي. ما عنديش داتا بيز اسمها مين؟ برودكت دي بي. طيب تعالى كده نرن البرنامج ونشوف ايه اللي هيحصل. عملنا رن اهو، احنا اتفقنا ان في الفورم لود بيعمل مين؟ بيعمل تشيك على السيرفر اللي انا مديهوله، وبيعمل تشيك على الداتا بيز بتاعتي. قال لي والله ان الداتا بيز اللي بالاسم برودكت دي بي دازنت نوت اكزيست، ما هياش موجود عندي، ما هياش مين؟ موجود عندي. في الحاله ديت هيعمل ايه؟ هيروح ينفذ الكاتش. هيروح ينفذ مين؟ هيروح ينفذ الكاتش. طب فيها ايه الكاتش؟ ان هو هيروح يعمل كرييت للداتا بيز، وبعد كده يغير الكونكشن عليها، وبعد كده يعمل لي الجدول بالجدول بتاعي. خلاص اوكي يا عم، تمام كده خلاص. راح هنا مين؟ لو جيت عملت بقى هنا ريفرش للداتا بيز اللي عندي، هو من تلقاء نفسه راح عمل لي قاعده البيانات اللي باسم برودكت، وراح انشا لي جدول باسم برودكتس، وراح عمل لي فيه مين؟ في الاعمده اللي انا مديها له اللي هي الاي دي والنيم والكواليتي وسعر البيع وسعر مين؟ وسعر الشراء بتاعي.
تمام، يبقى خلاص هو كده في الفورم لود، اتاكد ان الداتابيز بتاعته موجوده تمام، او ما كانتش موجوده راح انشاها وراح عمل داتا سيت، عمل خد نسخه من قاعده البيانات ديت في الرام عشان يبدا يتعامل معاها، وخلى البيانات اللي ربط البيانات ديت بمين؟ بالداتا جريد فيو. طيب في حاله ان انا بقى عايز اعمل مين؟ عايز اعمل نيو برودكت. نيو برودكت ان انا بعمل ايه؟ انا بعمل سطر جديد بضيفه على الداتا سيت بتاعتي، وبعد كده باخد من الداتا سيت ارمي على الداتا الاصليه تاني. يبقى انا هنا احنا خدنا وقت اتفقنا ان في حاجه اسمها داتا سيت، دي النسخه من الداتا بيز بتاعتي موجوده في الرام، عايز اضيف فيها رو، عايز اضيف فيها سطر جديد، وبعد كده بعد ما اضيف في الداتا سيت سطر جديد اخدها احطها على مين؟ احطها على مين؟ على الداتا بيز الاصليه. طب الكلام ده هيتعمل ازاي؟ اهو خدنا مين؟ قلت له والله انا هعمل دلوقتي حاجه اسمها داتا رو، انا هعمل رو جديد، هعمل رو من البيانات جديد سميناه ار. طيب الداتا رو جديد ده انت الداتا بيس بتاعتي او الداتا سيت بتاعتي ممكن يكون فيها كذا جدول، انت مين هتتعامل مع مين دلوقتي؟ مع برودكت. خدوا بالكم من حاجه، لو انا كنت هنا سميته اكس، لو انا هنا كنت سميته اكس، يبقى هاجي هنا هتعامل معاه هقول له اكس. لو انا هنا كنت سميته اكس حاجه هتعامل معاه انه اكس، يبقى معنى كده انا بتعامل مع الداتا سيت، انا بقول لك هات اسم الجدول اللي انت هتتعامل معاه في الداتا سيت، هات لي اسم الجدول اللي انت هتتعامل معاه في الداتا سيت. على اساس ايه؟ على اساس الاسم اللي انت سميته من الاول خالص وانت بتعمل له فيل، الاسم اللي انت سميته وانت بتعمل له فيل، تمام. طيب بقول له انا هعمل مين؟ انا هعمل نيو رو. هعمل مين؟ نيو رو. طيب الرو عندي كان فيه 5 قيم، اي دي ونيم والكميه وسعر بيع وسعر شراء. طيب اهو بقول له انت هتاخد الاي دي بتاعك منين؟ من التكست بوكس الاولاني. مين التكست بوكس الاولاني؟ اللي هو ده، تمام. طبعا انت ممكن تغيروا بقى الاسامي عندكم والخصائص بتاعت النيم والكلام اللي احنا عارفينه ده. طيب بقول له هنا مين؟ فال دي كانت بتعمل ايه؟ بقول له حول لي القيمه اللي موجوده في التكست بوكس ده لقيمه رقميه وخزنها لي في مين؟ ما هو الرو بتاعي، السطر بتاعي، اي سطر عباره عن ايه؟ السطر تقاطع العمود، السطر تقاطع العمود يديني الخليه دي، السطر تقاطع العمود يديني الخليه دي، السطر تقاطع العمود يديني الخليه. فانا بقول له هنا، قلنا له في الكود هنا ايه؟ والله انت قاطع لي الرو الجديد اللي انا عملته ده، تقاطع الاي دي هتخزن لي فيه القيمه اللي انت هتحولها من التكست بوكس الاولاني. طيب الرو تقاطع العمود اللي اسمه نيم هتاخد القيمه بتاعتك منين؟ من هنا. النيم هنا كان التكست بوكس كام؟ التكست بوكس 3، تمام. طيب هنا الكميه هتحول برضو القيمه اللي موجوده في الفاليد في التكست بوكس 2 هتحولها الرقم وتخزنها هنا. طب خلاص انا هنا لحد هنا ضفت مين؟ ضفت ال5 قيم بتوعي اللي انا عايزه. خلاص بقى كده الرو بقى كده الرو فيه ال5 قيم اللي هي الاي دي والنيم والكميه وسعر البيع وسعر الشراء. احنا اتفقنا ان انا بضيف الاول على الداتا سيت وبعد كده بسمعها في مين؟ او بساخد من الداتا سيت اسمع في الداتا بيز الاصليه. فانا بقول له هنا مين؟ يا داتا سيت هات لي التيبل اللي اسمه برودكت دوت الرو، ضيف لي عليه الرو الجديد ده تاني. هي داتا سيت هات دوت تيبل، خش لي على التيبلز بتاعتك او الكوليكشن اللي اسمه تيبلز اللي عندك. تقاطع مين؟ هات لي انهي جدول اتعامل مع انهي جدول؟ البرودكت. البرودكت ده كان اسمه مين؟ اسم الجدول في الرام مش اسم الجدول الاساسي. دوت الرو خش لي على الخاصيه اللي اسمها الرو. دوت الاد ضيف لي مين؟ ضيف لي الرو الجديد اللي هو الار اللي فيه مين؟ اللي فيه الكلام اللي احنا لسه ضايفينه ده اللي انت هتاخد القيم بتاعته من التكست بوكس ده. طيب خلاص انا كده ضفتها في مين؟ في الداتا سيت. طب بعد ما ضفتها في الداتا سيت محتاج ان انا اخد من الداتا سيت ارمي على الداتا بيز الاصليه، فبقول له يا دي ايه؟ دوت الابديت. خد الابديت بتاعك منين؟ من الداتا سيت. طيب انت هتعمل ابديت على الداتا سيت كلها ولا هتخصص حاجه معينه بس عشان ما ياخدش وقت كتير وهو بيعمل كومبيرنج بين الاثنين؟ فانا بقول له لا انا بس في الحته ديت انا عملت ابديت على الجدول اللي اسمه مين؟ على الجدول اللي اسمه برودكت، على الجدول اللي اسمه مين؟ على الجدول اللي انت اللي اسمه برودكت. تاني يبقى هنا في حاله الاد انا بعمل مين؟ انا بستخدم الكلاس اللي اسمها داتا رو، بستخدم الكلاس اللي اسمها مين؟ داتا رو. داتا رو بقول له انا هعمل مين؟ هعمل رو جديد من انهي جدول؟ من الجدول اللي انا مسميه في الرام اللي احنا سميناه برودكت. طب رو تقاطع العمود وادي له القيمه، رو تقاطع العمود الار اللي بتمثل له الرو، تقاطع العمود اللي هو الاسم الاي دي وادي له القيمه، رو تقاطع اسم العمود وادي له القيمه. ممكن اجي هنا اقول له الار تقاطع الاندكس 0، الار تقاطع الاندكس 0 هيها كان قلت له الار تقاطع الاي دي بيساوي وادي له مين؟ فال الحاجه اللي عندي، فال وادي له القيمه اللي عندي نفس القيمه اللي فوق ديت، تمام. اقولها له بالمنظر ده تقاطع اندكس مين؟ تقاطع الاندكس 0.
تمام، يديني مين؟ يديني القيمه اللي عندي، هي يا اما اديله بالاندكس، يا اما مين؟ يا اما اتعامل معاه بالاسم. يبقى دي هي دي. لو انا هتعامل مع الاندكس او هتعامل مع مين؟ مع اسامي الاعمده بتاعتي. طيب لحد كده قلت له خلاص رو تقاطع عمود، قلت له خد القيمه بتاعتك خزنها فيها. خلاص خزنت الخمس قيم بتاعتي، بقول له روح هات لي الداتا سيت، هات لي الجدول اللي اسمه برودكت، هات لي الروز، ضيف لي عليه الار الجديد اللي انا عملته. طب احنا اتفقنا دلوقتي ان انا بضيف في الداتا، في الداتا سيت اللي هي موجوده عندي في الرام، فما انا محتاج اعمل ابديت على الداتا بيز الاصليه. اهو رحت هنا دي ايه دوت الابديت، روح هات لي في الداتا سيت، هات لي مين؟ اعمل له ابديت على مين؟ على البرودكت. تعال نجرب كده. انا هنا بقول له مين؟ انا هضيف البرودكت اللي هو اسمه واحد، الكميه بتاعتي 20، اسم البرودكت مثلا ايفون، تمام. سعر البيع 20,000، سعر الشراء ب 18,000، تمام. اهو قلت له مين؟ قلت له نيو برودكت، راح لي ضاف لي الكلام ده في الداتا بيز، وراح عمل لي سمع لي في الداتا سيت، وسمع لي في الداتا بيز الاصليه، وراح عمل مين؟ ريفرش في الداتا، في الداتا جريد فيو عندي. طب هل الكلام ده راح للداتا، للجدول اللي عندي في الداتا بيز؟ اهو نعمل ريفرش كده، اهو واحد ايفون 20 و 20 كميه 20 18,000، وسعر مين؟ 20,000. يبقى احنا كده خدنا النهارده ايه اللي احنا اتكلمنا عن ازاي في الفورم لود اعمل تشيك على الداتا بيز موجوده عندي ولا لا من خلال تراي وكاتش. في حاله ان هي موجوده مش هينفذ لي الكاتش ديت، في حاله ان هي موجوده مش هينفذ لي الكاتش ديت، في حاله ان هي مش موجوده هيروح ينفذ الكاتش اللي يروح يعمل لي داتا بيز جديده بالاسم اللي انا عايزه، عشان كده بثبت اسم الداتا بيز اللي عندي، تمام. وبعد كده بيعمل لي الجدول وبيغير لي الكونكشن عليها، وبعد كده بيروح يجيب بيعمل سيلكت باستخدام الداتا ادابتر، وان الداتا ادابتر دي وسيطه بين الداتا سيت والداتا بيز الاصليه، ويروح يجيب لي البيانات بتاعتي ويعرضها لي في مين؟ في داتا جريد فيو، تمام. وبعد كده خدنا الزرار الاد ان انا بعمل رو جديد من الداتا بيز بتاعتي، من الجدول بتاعي، واضيف له القيم اللي هو اللي انا عايزها، وبعد كده بقول له برميها له او بحطها له في الاول في الداتا سيت، وبعد كده باخدها من الداتا سيت احطها له في مين؟ في الداتا بيز الاصليه، تمام. يبقى احنا كده خدنا ازاي في الفورم لود اعمل الداتا بيز بتاعتي والنيو برودكت. ان شاء الله كده فاضل لنا الابديت والديليت والشو، ان شاء الله هناخدهم المحاضره الجايه. ان شاء الله يا جماعه اللي عنده اسئله في الماده بس يرفع على الجروب، وان شاء الله احنا هنجاوبه. شكرا.